السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي سوف أخصصها للحديث على موضوع يهم اللاجئين العراقيين والمهاجرين العراقيين. كما تعلمون في بداية هذه السنة وضعت فيديو تحدثت فيه على برنامج كان يستفيد منه العراقيون من دخول الولايات المتحدة الأمريكية يطلق عليه برنامج الوصول المباشر. هذا البرنامج الذي ظهر في سنة 2007 بالضبط 4 سنوات بعد غزو العراق من طرف القوات الأمريكية. هذا البرنامج الذي كان يستفيد منه المهاجرون العراقيون أو العراقيين الذين كانوا يتعاونون مع السلطات الأمريكية إبان الحرب. هذا البرنامج كما قلت تحدثت عليه في بداية هذه السنة، وقلت بأن البرنامج عرف بعض العمليات من التحايل، الشيء الذي أثر على الاستفادة من هذا البرنامج. عملية التجميد التي استمرت من شهر يناير لمدة 90 يوما سوف تقوم وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل من هذه السنة بتمديده لأجل غير مسمى. بالطبع هذا الأمر سوف يؤثر بشكل كبير على المهاجرين القادمين من العراق، وفي هذا الفيديو سوف أتحدث بالتفصيل مرة أخرى على هذا البرنامج. فعلى العموم هناك 4000 عراقي قدموا طلبا مزيفا للقدوم كلاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك 500 عراقي دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصلا، يعني 500 عراقي الآن هم متواجدون على الأراضي العراقية. هؤلاء أظهر التحقيق بأنهم متورطون في عملية الاحتيال المزعومة التي تحدثت بخصوصها في الفيديو السابق، وسوف تجدونه يعني على هذا الفيديو أو في يعني صندوق الوصف. هؤلاء الأشخاص الذين ثبت أنهم متورطون في هذه العملية والذين هم الآن على الأراضي الأمريكية سوف يواجهون أمرين: الأمر الأول إما الترحيل، والأمر الثاني وهو إسقاط الجنسية الأمريكية. لحد الآن التحقيق حسب تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية إلى وكالة رويترز يعني الإخبارية بأن التحقيق ما زال مستمرا، لكن كما قلت الأحكام ربما بالنسبة للإخوان الذين هم الآن على الأراضي الأمريكية إما سوف يواجهون الترحيل أو سوف يواجهون إسقاط الجنسية الأمريكية. المسؤولون الأمريكيون أعلنوا أن هذا التحقيق يعتبر أكبر تحقيق بعملية تحايل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب الذي أدى إلى التحقيق في هذا الأمر، بالطبع هناك عملية احتيال، غسيل أموال، معلومات مزيفة، لكن الحقيقة التي أدت إلى التدقيق في هذا البرنامج ومعرفة هل هناك أناس كانوا يتربحون من هذا البرنامج ويتربحون من معاناة بعض اللاجئين المهاجرين العراقيين، وهو أن إدارة بايدن، وهذا يعني دليل وكلام يعني حقيقي، أن إدارة بايدن كانت تخطط لإنشاء برنامج مشابه سوف يستفيد منه المهاجرون الأفغان. لأنه كما تعلمون هناك قرار من إدارة الرئيس جو بايدن بأنه سوف يكون سحب لجميع القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان مع نهاية شتنبر من هذه السنة، يعني تقريبا 2 أو 3 أشهر تفصلنا على آخر أجل لسحب القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان. لذلك إدارة جو بايدن كانت تخطط لإنشاء برنامج سوف يستفيد منه يعني المهاجرون الأفغان الذين يتخوفون على حياتهم من انتقام يعني حركة طالبان. حينما كانت يعني إدارة بايدن تخطط لهذا الأمر تم يعني إرسال بعض المعلومات
التي تم التوصل بها بخصوص التحقيق في برنامج الوصول المباشر الذي كان يستفيد منه الإخوان العراقيين. لذلك كما قلت البرنامج تم تجميده في شهر يناير لمدة 90 يوم، لتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتمديده إلى أجل مسمى. وكما قلت السبب هو الاحتيال، سرقة السجلات، غسيل الأموال، وبالتالي فهذا الأمر سوف يؤثر على قدوم المهاجرين العراقيين، خصوصا أولئك الذين قدموا على هذا البرنامج. فالتجميد الذي قررته إدارة جو بايدن سوف يجمد أكثر من 40 ألف طلب. 40 ألف طلب تضم 104 ألف شخص. بالطبع سوف يتم يعني التأثير على ملفاتهم، و 95% من الطلبات قادمة من العراق. عملية التحقيق كما قلت بينت أن هناك 4000 شخص لن يسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه التحقيق ما زال مستمرا. وللإشارة فقط فإن عملية الاحتيال استمرت بين فبراير 2016 إلى أبريل من سنة 2019، وبعد ذلك سوف يتم البدء في التحقيق في هذا الأمر ليتم يعني الإعلان على التجميد بداية هذه السنة سنة 2021، وبعد ذلك سوف تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد هذا القرار إلى أجل غير مسمى. كما قلت هذا القرار أو هذا التحقيق الذي باشرته السلطات الأمريكية سوف يؤثر على البرنامج الذي كان من المزمع الإعلان عليه لكي يستفيد منه اللاجئون الأفغان الذين ربما كانوا يتعاملون مع السلطات الأمريكية في حربهم في أفغانستان والخوف على حياتهم من انتقام حركة طالبان. فإذا كنت عراقيا أخي أو أختي وقدمتم على هذا البرنامج، فتأكدوا أن هناك بطء في الإجراءات، مع العلم أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنهم سوف يقومون بالتحقيق بشكل أسرع ووافي، ولا يكون هناك أي مساس بيعني حيثية هذا الأمر وبالناس الذين قدموا على هذا البرنامج. إذا ثبت أنه كنت من الناس الذين يعني ساهموا في الاحتيال، فتذكر أنك ربما شخص من بين 4000 شخص الذين لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية مع كامل الأسف. هذا كل ما في جديد هذا الموضوع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.